قل هل يعرف الشخص وقت الحساب أهو من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، أو أنه يعرف ذلك مما يحدث له في قبره؟ نعم يعرف الحساب، يعرف أنه إن كان نوقش الحساب فهو على خطر، وإن كان أنه حوسب حسابا يسيرا فهو من يعني من أهل الجنة، يعرف هذا عند الحساب. نعم. وعذاب القبر لا شك يقولون أنه إن نجا من سؤال الملكين فما بعده أيسر منه، نجا من سؤال الملكين فما بعده، إن نجا من فتنة القبر فما بعدها أيسر منها. لكن ما الذي يضمن لك النجاة من فتنة القبر؟ نعم.